يصير. المرأة هي تنظف ريال، إذا ريالك طالت دجاجته وسخة قولي تعال دجاجتك وسخة أبدل لك إياها. تصدر اسما كلا من الناشط الكويتي يعقوب أبو شهري والمدونة السعودية فاطمة الأنصاري محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الإعلان رسمياً عن عقد قرانهما. واحتفل يعقوب أبو شهري بعقد قرانه على فاطمة الأنصاري وكشف رسمياً عن طبيعة العلاقة بينهما بعد حرصهما خلال الفترة الأخيرة على التكتم تماماً عن طبيعة هذه العلاقة. وحرص يعقوب أبو شهري على مشاركة جمهوره بصورة من كواليس عقد قرانه على فاطمة الأنصاري وهو يجلس في قاعة المنزل بعد عقد القران وعلامات السعادة بادية عليه. جمك حبيبي وموت علي قضيتك روحي. وكتب يعقوب أبو شهري في أول تعليق بعد عقد قرانه على فاطمة الأنصاري: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيبا لي، اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تحب واجعلنا لك جميعا كما تحب وترضى، سائلا المولى عز وجل لي ولكم التوفيق. ومن جانبها قامت فاطمة الأنصاري بإعلان خبر عقد قرانها معيدة نشر ما كتب يعقوب أبو شهري على حسابها بتطبيق سناب شات، كما نشرت صورة من دعوة عقد قرانها على يعقوب أبو شهري وكتبت فيها اسمهما واسمي والدتيهما. وجاء في الدعوة: تم بحمد الله عقد قران يعقوب خالد أبو شهري نجل رجاء عيسى بغيث على فاطمة يوسف الأنصاري كريمة أمينة محمد الدوسري، اللهم وفقهما. انت يا رمضان بالقلب دايم منزلك ما هو جديد ومن زمان. الناشط الكويتي يعقوب أبو شهري من مواليد عام 1983، أي أن عمره حالياً 38 عاماً، بينما تبلغ فاطمة الأنصاري من العمر 35 عاماً كونها من مواليد سنة 1986، وفارق السن بين العروسين هو 3 سنوات يكبرها يعقوب أبو شهري بهم. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يذاع فيها اسم فاطمة الأنصاري على مواقع التواصل، فقد ذاع صيت خبيرة المكياج والتجميل فاطمة الأنصاري بسبب التشابه الكبير بالملامح مع النجمة اللبنانية نادين نسيب جيم في الصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل، ما تسبب لها في أزمة كبيرة مع جمهورها. فبينما اعتبر البعض أنها تحرص على تقليد مكياج نادين نسيب جيم لتصبح نسخة منها، رأى آخرون أن الأمر كله يرجع لاستخدامها لبرامج المكياج والفوتوشوب لتصبح نسخة من النجمة اللبنانية. المقارنة الدائمة بين نادين نسيب جيم وفاطمة الأنصاري أغضبت الأخيرة ودفعتها للرد في أحدى المرات قائلة: هنا 50% من الناس فاهمين أنه يقلق من الشبه 40، لكن في ناس ما تستوعب، عجزت أقول أنا خلقة ربي، لا الفيلر ولا البوتوكس يخلي وجهك كوبي بيست نسخة مطابقة من إنسانة تانية. أوكي أنا أشبهها وأنا سعيدة أني أشبه النجمة اللبنانية، جميلة مرة والكل يتفق على جمالها، لكن أزعل لما يقولون مستنسخة لأنها في النهاية خلقة ربي. وعن الشامة على وجهها قالت إنها طبيعية وليست وشما دائما أو قامت بوضعها بالمكياج، معبرة عن غضبها من الانتقادات الحادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط لأنها تشبه نجمتهم المحبوبة.